هذا الهواء الذي نستنشقه، هذه أمانة بيدك أيها الإنسان. لماذا تعملون على تلويث هذا الهواء الذي يمكن إذا تلوث أن يؤدي إلى؟ هل تعلمون هذا البحر من ورائي الذي يبدو بأمواجه الرائعة المتلاطمة وألوانه الزاهية؟ هل تعلمون أنه بدأ عصر التلوث قبل مدة؟ ويقول العلماء بعد 20 إلى 30 سنة سيصبح عدد يعني قطع البلاستيك الموجودة في البحار أكثر من عدد الأسماك. هذا البحر بدأ يتلوث أيها الأحبة. التلوث حقيقة ظهر الآن في البر. نسبة الأكسجين ونسبة غاز الكربون ونسبة النيتروجين، هذه نسب كونية متوازنة طيلة آلاف السنين. فقط في العصر الحديث بسبب الحروب، بسبب الصناعة، بسبب ما تبثه السيارات من تلوث أكاسيد الرصاص، أكاسيد الكربون وغير ذلك، أصبح الجو ملوثا بشدة. لذلك كثر السرطان، كثرت الأمراض، كثرت حتى يعني السموم المتراكمة في خلايا الإنسان. لذلك قلنا في بحث سابق إن أقوى عملية لإزالة السموم من الجسد هي الصيام. الآن سنتحدث عن التلوث في البر والبحر. نحن نرى بأعيننا أن أعماق المحيطات والمحيطات بشكل عام لم تعد نقية كما كانت في الماضي بسبب ما ينتجه الإنسان من تلوث، وبسبب غباء هذا الإنسان. هو لا يدرك أنه يدمر نظامه البيئي الذي استمر نقيا ملايين السنين، يدمره هو في سنوات، في 100 سنة مثلا أو 200 سنة. لذلك أنا هنا الملمح الذي أود أن أتأمله معكم أن القرآن تنبأ بهذا التلوث في البر وفي البحر، وأن أنه سيأتي زمن سيظهر فيه الفساد البيئي. طبعا الفساد له معاني كثيرة أيها الأحبة. هناك فساد أخلاقي، هناك الظلم هو فساد، أكل أموال الناس بالباطل هو فساد، ولكن هناك فساد على شكل تلوث. هذا الهواء الذي نستنشقه، هذه أمانة بيدك أيها الإنسان. لماذا تعملون على تلويث هذا الهواء الذي يمكن إذا تلوث أن يؤدي إلى سرطانات وإلى أمراض خطيرة؟ ونحن نرى بالفعل هذا. إذا ظهر هذا الفساد في البر نراه بالأرقام من خلال الزيادة الهائلة لنسبة الكربون أو أكاسيد الكربون والرصاص، ونراه في البحر من خلال ما تلقيه المصانع والمعامل والسفن وغير ذلك وتلوث هذا البحر. هذه الحقيقة نراها اليوم بلغة الأرقام. هل تتوقعون أن القرآن أنبأ عنها بدقة مذهلة؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن أيها الإنسان أنت المسؤول. وربما نعجب إذا علمنا أن أحدث الدراسات العلمية تؤكد أن الإنسان هو المسؤول عن الفساد البيئي وليس الطبيعة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن هذا الفساد البيئي وهذا التلوث وهذه الأمراض والسرطانات والأوبئة عقوبة لك أيها الإنسان، لأنك أنت من أفسدت في الأرض. عندما تبيحون الزنا والشذوذ الجنسي، ماذا تتصورون أن يحدث؟ هل الله سيعطيكم هواء نقيا مثلا؟ هل الله عز وجل سيرضى بما تقومون به؟ لا يا أحبتي. الفساد
الأخلاقي والفساد البيئي يمشيان مع بعض بشكل متوازي. لذلك أيها الأحبة، هذه الآية فيها بشرى أيضا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هناك بشرى من الله عز وجل إذا حافظنا على هذه البيئة وحافظنا على الـ على الـ على الأخلاق أولا وعلى البيئة ثانيا، لابد أن نرجع ونعود ويعود هذا الجو كما كان نقيا ونتخلص من هذه الأوبئة. ولكن هيهات من يسمع هذا النداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.